السلام عليكم أحبتي الكرام، أهلا وسهلا بكم في الحلقة 36. كلمة اليوم هي already. already، هيا لنكتشف أسرار هذه الكلمة. get ready, write all the phrases, so you need a notebook, a pencil, just 2 minutes, and say after me 5 times loudly. سوف لن أترجم هذه العبارات لأننا قد سبق وتكلمنا عنها كثيرا، سوف أقرأها بالإنجليزية لتطبع وتخزن في أذهانكم أكثر وأكثر. أما الآن اضغط على إعجاب وسبسكرايب واشترك في القناة حتى تصلك جميع الدروس. التكرار أم المهارات، لذا كرر الدرس عدة مرات. هذه الملاحظة مهمة جدا جدا. كلمة اليوم already لديها مجموعة من المعاني: already سابقا أو مسبقا، already سابقا مسبقا، قد قبل الآن، في ذلك الحين. already، ركز، اكتب وكرر بصوت مرتفع كلمات الإنجليزية حتى تتقن اللفظ الصحيح. المثال الأول: by Friday، by Friday letters، letters الرسائل بحلول يوم الجمعة، by Friday letters were already coming in، بحلول يوم الجمعة، by Friday letters were already coming in، كانت الرسائل تأتي بالفعل أو مسبقا، تكون قد وصلت، تكون مسبقا قد وصلت. letters were already coming in، تصل الرسائل مسبقا في يوم الجمعة. المثال الثاني: as you may already know، as you may already know، كما تعلم مسبقا، كما أنت تعرف سابقا. as you may already know، بالمحادثة ممكن واحد يستخدمها، as you may already know، كما أنت تعلم مسبقا، كما أنت تعلم سابقا، as you may already know. أما مرادفات كلمة already: previously، previously سابقا، before قبل، earlier أيضا تأتي سابقا، once upon a time في يوم من الأيام. حاول تكرار هذا الدرس عدة مرات، والآن الاختبار، حاول الإجابة عن هذا السؤال. already، حاول أن تكتب جملة تستخدم فيها كلمة already. already، already، استخدم هذه الكلمة في جملة وحاول الإجابة. أما في صفحتنا أو الجروب في الفيسبوك ستجد المعلومات كاملة أسفل هذا الفيديو أو في التعليق، بإمكانك كتابة هذه الجملة. وصلنا الآن إلى نهاية هذا الدرس 36، انتظرونا في الحلقة القادمة 37 قريبا إن شاء الله. استمروا بالمثابرة، شكرا لكم وإلى اللقاء.